السلام عليكم. اليوم نروح للولاية عنابة لنقف على العملية نتاع التطوير السياحي على الساحل الشاطئ على الشاطئ الكبير إذن بلدية عنابة، واللي تعرف عملية نتاع التطوير وتحسين لظروف الاستجمام وظروف الاستقبال للمواطنين على هذه السواحل وهذه الشواطئ. والآن فيه جلب اللي يعني عتاد عصري وعتاد جد متلائم وجميل، اللي يعني إعطاء جانب جمالي وكذلك خاصة جانب من النظافة والأمن، وكل هذه الأمور يتم حاليا تطويرها وتفعيلها على مستوى الشواطئ بصفة عامة، وخاصة بعض الشواطئ التي تم تخصيصها لمستثمرين خواص بدفتر شروط تم إذا بالموافقة مع القطاع الخاص توفير بعض التطوير بعض الفضاءات الترفيهية إذا لصالح بعض المستثمرين خواص. إذا إن شاء الله يكون فيه تطوير لهذا السياحة الداخلية وخاصة السياحة الشاطئية، تكون فيه يعني مراعاة للمقاييس العالمية في هذه الأمور، ويكونوا لي بلاجيست هذو لي جون لي يتكلفوا بالتسيير نتاع هذه الفضاءات، تكون كاينة احترافية في العمل إن شاء الله. نترككم تتابعون والسلام عليكم. Thank you.